صباح الخير، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضلوا عندنا. كل سنه واحنا كلنا طيبين كده. الاسبوع ده برضو بنكمل الاحتفالات بتاعتنا. عندنا النهارده يخني اللحم معمول بطريقه لطيفه جدا بالتوابل الايطاليه، ومعانا كمان ماش بوتيتو او بطاطس مهروسه، بس النهارده مدخله معاها البطاطا كمان، ميكس كده من البطاطا والبطاطس، طريقه جميله قوي. الحلو بتاعنا النهارده فطيره الاناناس، وعاملين كمان طبق مقبلات خفيف ولطيف قوي، جزر مكرمل بالعسل. ماشي، تعالوا مع بعض نشوف اول وصفه معانا. يخني اللحم عباره عن ايه؟ لحمه مكعبات دسمه بس مش قوي، يعني لحمه حمراء بس فيها شويه دسامه. عندنا بصل ابيض مفروم، يبقى تقريبا لو نص كيلو لحمه عليها نص كيلو بصل، او لو كيلو لحمه عليه كيلو بصل مفروم. صلصه طماطم، دقيق، كمان ورق لورا، و شاير صوص، وكمان بودره ثوم، ثوم توابل ايطالي. عندنا كمان ورق لورا مفروم، وروزماري، ومكعبات من مرقه اللحم. خلاص ماشي كده تمام. طيب اول حاجه بس انا عايزه اقطع اللحمه دي اصغر شويه، بما اننا هنعملها زي الكباب. هحط البصل ووراه اللحمه مش العكس. هنحط الزيت، هحط البصل، نقلبه كويس قوي مع الزيت. فلفل اسود، ملح، هنتبل البصل الأول، بودرة الثوم، وإيه مكعبات مرقة اللحمة. خلاص كده وأسيب البصل بقى يتحمر شوية عقبال ما إيه ما أقطع اللحمة. هبتدي اقطع اللحمه كده مكعبات اصغر شويه بالطريقه دي، وكمان تدينا كميه اكبر. ودي من الحاجات الحلوه اللي بتبقى في العزومات، بتدي كميه اكبر. معانا منى، اهلا يا منى. الو، ايوه منى، اسمعينا من التليفون حبيبتي مش من التلفزيون. سامعاني؟ طيب كده انا حطيت الايه، قطعت اللحمه كويس، البصل كمان اتبل اهو تتبيله حلوه. بقلب كده اللحمه في البصل تقليبه كده، كله يختلط مع بعضه. هنا هعمل ايه؟ هجيب فصوص الثوم كده،
نقلبها تقليبه كمان بس، وهسيبها بقى تنزل ايه ميه البصل مع ميه اللحمه على نار هاديه. يفضل طبعا احنا هنا ان شاء الله هنطلعها مستويه، يفضل تبقى النار يعني انا مش هعرف هنا اعملها النار اللي هي الشمعه دي قليله، يعني يفضل تقعد على النار مثلا من ساعة لساعة ونص يفضل. هي هتستوي بس كل ما تقعد اكتر كل ما تبقى دايبة اكتر. خلاص طيب تعال بقى نشوف الوصفة التانية اللي هنقدمها معايا، وطبعا هيتقدم معاه الحاجتين دول. عبارة عن ايه؟ بطاطس مسلوقة، بطاطا مسلوقة او مشوية، والاتنين مع لو هنشوي البطاطا نشوي البطاطس مع بعض خلاص، لكن لو هنسلق البطاطس خلاص نسلق البطاطا. معانا زبده ولبن وكريمه وحبه ملح وفلفل اسود وممكن رشه جوز الطيب لو انتوا عايزين. خلاص طيب اول حاجه هجيب الزبده كده هنحطها هنا، ومعاها الفلفل الاسود والملح، سيبها لحد ما ايه ما كنتش فاتحه النار عليها. هنا هبتدي احط مع اللحمه اللي بالبصل حبه ميه صغيرين قوي، صغيرين جدا. قلبها بس تقليبه كده قبل ما احط الميه. ورق اللورة وال الشاير صوص بنحط منه معلقة، ده بيساعد ان اللحمة ايه تستوي اسرع، بيخفف لي المسام بتاعت اللحمة. عمل للحمه ريحه لطيفه جدا. بس هسيبها بقى كده وهدي عليها النار زي ما قلت عشان ايه تستوي براحتها. بس انا هنا مش هدي النار عليها قوي عشان احنا عندنا وقت لازم ايه نخلص فيه الحلقه. طب احنا كده حطينا الزبده وتبلناها بالملح والفلفل، هحط فص تومه كده مفرومه واحده يعني، لو وممكن كمان بودره توم بدل ما نحط تومه يعني. هحط البطاطا هحط البطاطس ههرسهم مع بعض كويس. كده
عايزه بقى اللبن هنا البطاطا تشربه خالص. افضل اقلبه لحد ما تشربه. كل ما البطاطا والبطاطس يشربوا اللبن كل ما هي هتطلع كريمي جدا كده. خلاص مش هقدر ازود لبن تاني. بس هنطلع فاصل بقى، هرجع من الفاصل ابتدي ازود الكريمة وهنعمل كمان الجزر المكرمل. خليكم معايا. تاني بعد الفاصل. عملنا النهارده يخنه اللحمه بطريقه لطيفه جدا. جبنا الزيت وحطينا زيت زيتون او زيت عادي، حطينا البصل وتبلناه كويس قوي بمكعبات مرقه اللحمه مع الملح والفلفل، وكمان ماشي مع الملح والفلفل ومرقه اللحمه اهو، وحطيت عليها كمان بودره الثوم. بعد كده حطيت مكعبات اللحمه قطعتها صغير الى حد ما، حطيت ورق اللورا، حطيت بودره الثوم والثوم المفروم، حطيت معاها حبه ميه عشان تستوي كويس جدا. احنا المفروض ناخدها لما الميه دي خلاص تتبخر. لسه هنزود عليها الصلصه، بس هصبر شويه وازود الصلصه خلاص عشان اضمن بس انها استوت. وهحط التوابل الايطاليه، وحطينا كمان الشاير صوص بيخليها تدوب اسرع وتستوي اسرع. طيب هنعمل دلوقتي الجزر المكرمل، هنعمله بطريقه حلوه قوي. هنبقى هنا في زبده ومعانا جزر، معانا عسل، معانا فصين من الثوم وملح وفلفل، والصوص اللي هنحطه معاه هو الزبادي والليمون وكمان ورق النعناع والبقدونس. خلاص هيبقى صوص كده لطيف قوي. اول حاجه الزبده اهي. هنحط، نستنى بس تبقى بني اكتر من كده يعني. اصبر عليها شويه، ممكن افرم الفصين الثوم عقبال ما وعملنا كمان مش بوتيتو، مش البطاطس مع البطاطا. حطينا زبده، حطينا بطاطا، حطينا بطاطس، حطينا ملح وفلفل اسود، قعدنا نحط اللبن حبه بحبه لحد ما البطاطا والبطاطس يتشربوا اللبن كويس قوي. فاضل الكريمه هنحطها دلوقتي، هوريكم شكلها. شكل البطاطا والبطاطس عملوا لون كده اورانج فاتح كده حلو اهي. فاضل الكريمه، انا خلاص قفلت عليها النار، هفتحها بس لما اجي اقدمها بقى. خلاص هتتشرب كل الكريمه دي. بصوا بقت كريمي ازاي اهي، طعمها حلو قوي. طبعا هي سويتي شويه واحنا حاطين ملح، بس هي بتبقى سويتي شويه. خلاص كده خلصت. هنحط هنا حبة ملح، حبة فلفل اسود، نقلب عشان برضو الجزر والعسل سويتي فلازم نحدقهم. هبتدي احط الجزر، انا عامله نسخه عشان بياخد وقت شويه. هحط هنا العسل،
وهعمل ايه الصوص بتاعنا عشان الحاجة دي تبقى جاهزة قبل ما ايه ما نطلع الفاصل. هنحط الزبادي مع عصير الليمون زودت انا عصير الليمون شوية مع الكزبرة الخضراء ورق النعناع وكل ده مع زيت زيتون عشان يبقى الصوص كريمي. اهو وطبعا ما انساش الايه الملح والفلفل الاسود، كل ده اللي هيدينا التوازن مع الجزر المكرمل. مش هحط فلفل اسود، حاسه ملح كفايه، ممكن احط فص ثومية. ريحته حلوة جدا كده، بقى جاهز. اقلب بقى كده الجزر، بصوا اللون، ولسه كمان هنستنى لحد ما يبقى لون الكراميل. نحط فص التومة بس كده. ابص على اللحمه عشان هبتدي احط لها بقى الايه التوابل الايطالي. كمان صلصه الطماطم واقلبها كده كويس قوي. واسيبها ايه شويه برضو الصوص ده يتبخر شويه عشان اخر حاجه هتبقى ال حبه الدقيق، معلقتين الدقيق بتوع الاكل عشان هو اللي هيتقلي الصوص بتاعي. وممكن هنا كريمه نحط برضو حبه كريمه. هسيبها كده. طيب تعالوا هنا نشوف الجزر. الجزر ده بقى هنسيبه شوية قدامه كده 10 دقايق كمان. ايه رأيكم نطلع فاصل بقى؟ هنرجع من الفاصل هنعمل فطيرة الاناناس، عاملينها بطريقة لطيفة جدا وحلوة قوي وسهلة، وتقدروا ان انتوا تبقى وصفة حلوة لطيفة للضيوف. نطلع فاصل نرجع تاني. استنيت اتفضلي. يلا نرجع. طيب بصوا الجزر اتكرمل، بس لسه عايزاه ايه شويه كمان اكتر من كده. الفلفل الاسود اللي في الجزر. خليني اقعد اعطس. طيب هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ فطيره الاناناس الحلوه
لطيفة جدا وخفيفة جدا، وممكن نعملها بأي نوع فاكهة احنا حابينه. يعني انا عاملاه هنا بالاناناس، ممكن نعمله بالتفاح لطيف. هقول لكم الفواكه اللي تنفع: تفاح، موز، كمان جوافة. دي الحاجات اللي هتبقى لطيفة مع عجينة الباف باستري، موز او تفاح او اناناس. ممكن نعمل ما بين ميكس ما بين الاناناس والموز او التفاح والموز، وممكن تفاح وموز واناناس مع بعض. خلاص الجوافة لا تبقى لوحدها، يعني مش بتبقى لطيفة لما بيبقوا ميكس كده مع بعض. طيب احنا هنا عندنا اناناس، عندنا شرايح من اللوز المحمرة، عندنا سكر بني، عندنا قرفة، في كمان بيض وسكر بني ولوز مش متحمر، في كمان سكر بودرة. خلاص طيب عندنا عجينة الباف باستري اهي جاهزة زي ما انتوا شايفين. هنعمل ايه؟ هنحط اول حاجة الاناناس كده، نسيب كده ايه شوية على الجنب ان انا عامله شويه اهو. نحط كده اناناس، هنحط معاه السكر، حبه سكر. معانا مدام وفاء. صباح الخير يا غاده. صباح الفل، ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ ايه الجمال ده يا غاده؟ شكرا ليك يا حبيبتي، شكرا قمر ليك. قمر قمر. شكرا شكرا حبيبتي. استاذه غاده، الكشك اللي انت عملتيه للزبادي ينفع اعمله بمرق بط؟ ينفع ينفع. بمرق بط وتحطي عليه زبادي برضه. ويبقى عليه زبادي. بس ما يبقاش عليه لبن يا استاذه. لا مفيش لبن، الكشك ما بيتعملش عليه لبن خالص. زبادي. زبادي. شكرا ماشي. شكرا يا استاذه غابه. احنا بنخمر دايما الزبادي مع الدقيق ونسيبه 10 دقائق وبعد كده نحط عليه مرقه البط او مرقه الفراخ او مرقه اللحمه، الكشك ما بيتحطش عليه لبن. شكرا يا حبيبه قلبي، شكرا. طيب بنعمل كده الاناناس اهو يتكرمل مع السكر شويه شويه، ونقوم حاطين الايه؟ اللوز. بص كده على اللحمه عشان عايزه ابتدي. بص ابتدت ايه؟ تتقل، وكل ده لسه ما حطيناش الايه؟ الدقيق. واخدين بالكم؟ نحط بقى الدقيق دلوقتي هيدوب خالص. الدقيق قبل ما نقدمه ب10 دقايق كده او ربع ساعه بالكتير، ونكون ايه؟ هو معلقة صغيرة كده او حتى نشا، لو ممكن نحط نشا، بس انا بحب طعم الدقيق في الاكل، دي بيدي طعم. النشا مش بيدي اي طعم، هي حاجة بتتقل وخلاص. يعني النشا من الحاجات عشان كده بحس ان هو ما بيديش طعم خالص، فهو بيبقى لطيف بالذات للناس اللي عندهم مشاكل مع الدقيق الابيض، لكن الدقيق بيدي طعم للاكلة اهو كده. ايه تمام، هنسيب اليخني كده لحد ما يتقل اكتر، نغطيه بقى. طب كده الاناناس تمام؟ تمام اهو. هنحط عليه اللوز واسيبه يبرد خالص، وبعدين احطه في العجينه. ما ينفعش احطه كده، عشان كده انا عامله نسخه بارده اهو. خلاص بسيبه يبرد خالص. ممكن نحط كمان زبيب ولوز. هبتدي كده العجينة مفرودة اهي، هحط عليها الحاجة. افردها. برد بس حبه كده. كده. ماشي، هبتدي ألفها كده. وكده. كده والله ممكن احط شويه هنا. حطوا عليها كمان زبيب، بقول لكم لو عايزين
موز، الموز كمان بتبقى لطيفة جدا. بس انا بقالي كتير ما عملتش حاجة صراحة بالاناناس، فقلت نعمل ايه الاناناس. هقفلها كده من هنا خالص واقفلها كده. احلى حاجة العجينة دي بتتشكل زي ما احنا عايزين، بحطها هنا كده وبحطها على الحتة اللي فيها الايه القفلة بتاعت ال، بس دي اللي هندخلها الفرن. هقفلها كويس قوي. انا عايزه شكرا. هجيب بيضه مع قرفه مع حبه سكر، نقلب كويس قوي قوي كده. القرفة نفس نتيجة الفانيلا بالظبط. هحط بقى كده ايه البيضة اللي بالقرفة والسكر، بتدي لون حلو قوي للعجينة. بس وبسيبها لحد ما ايه تستوي. هحط كمان عليها اللوز الني، شرايح اللوز الني. هيلزق على طول. بس زي ما هي كده هحطها فين؟ في الفرن. بسيبها ايه لحد ما تستوي. طيب احنا كده ممكن نطلع فاصل، هنرجع من الفاصل بقى هنقدم الجزر المكرمل اللي انا عامله كمان منه نسخه. خلاص هنقدم كمان. قبل ما نطلع فاصل ممكن اجيبه واسخنه عشان انا عايزاه ايه سخن شويه. احطه هنا يسخن. ماشي بصوا خليت العسل لونه ازاي. هو كده برضو بيبقى حلو على فكره، يعني كل واحد يشوف حابب ياكلوا ازاي. هنقلب كده بس. هنطلع فاصل بقى هنرجع نقدم الجزر، نقدم يخني اللحم اللي انتوا شايفينها دي. هشيل اصلا الغطا منها. نقلب كده. خلاص. الله الله الله. ماشي هنقدم كمان الماش. نطلع فاصل نرجع تاني، خليكم معايا. رجعنا تاني بعد الفاصل. بصوا قدمت بقى الجزر المكرمل اهو زي ما انتم شايفين كده، عليه الصوص الحلو ده اللي هو زبادي، ليمون، فص ثوم، وكمان كزبره خضراء وورق النعناع. ونحط الباقي هنا كده عشان اللي يحب يزود في الديبنج. وبما ان في لوز، بما ان في لوز هقوم حاطه كده ايه حبه لوز. خلاص شايفين شكله خطير، حلوة حلاوة. ممكن احطه هنا كده. ماشي طيب عندنا ايه تاني بقى نقدمه؟ الماش عايزة اقدمها. هنقلب، حطيت عليها الكريمة، هقدمها وعليه ايه يخني اللحم.
وممكن تتقدم في طبق لوحدها واللحمه لوحدها. خلاص اهو كده بقت ايه جاهزه، هعملها كده. لا خليها تتقل ثواني بس عشان ايه تبقى. طيب هنا فاكرين الفطيره بتاعت الباف باستري اللي اتبقى منها الاناناس واللوز والسكر، هجيب شويه لبن هعملها كده ايه حاجه مشروب دافي كده، شويه لبن احطه كده. واسيبه ايه يسخن خالص. اللحمه خلاص كده بقت جاهزه، دي خلاص اشيلها احط على اللحمه بس ايه معلقه كريمه بما انها موجوده. دي كريمه حلويات، بحب اجيبها اكتر من الحادق عشان تبقى عندي كذا استخدام ليها، لكن الحادق هيخليني استخدمها بس. فلو احنا بنعمل حلويات في البيت نجيب كريمه الحلويات. هحط كمان الباقي هنا كده، وكده اليخني جاهز، ريحته خطيره خطيره وحلوه جدا. كده عملنا ايه النهارده؟ النهارده عملنا يخني اللحم اللي بالبصل والتوابل الايطالي، عملنا كمان حط الشبت الجزر المكرمل بصوص الزبادي والليمون اهو، وحطيت عليه كمان لوز، عملنا كمان بعجينة الباف باستري، عملنا فطيرة الأناناس. أنا عايزة بس الماش عشان هي اللي هنحطها في الأرضية وعليها الإيه اليخني. طيب عقبال ما الماش تخلص، بصوا أنا هنا عايزة أجيب المجات اللي هحط فيها اللبن. يعني من البواية قلت اعمل حاجه. بص ده صوص كراميل هيليق قوي معاها اهو اهو، وممكن واحده كده نعملها حركات كده في المج بتاعنا. كده اهو هيبقى لطيف. خلاص عملت واحده كده وواحده كده عشان كل واحد بيبقى ايه نفسه في الفطيره. ما ننساش السكر البودره مهم جدا عشان هي مش مسكره قوي. مع كوبايه شاي بتبقى فظيعه. خلاص كده نحط بقى كده المشروب السخن بتاعنا ده اللي بالاناناس واللوز والسكر والقرفه، ماشي، ونبتدي ايه اتاكد بس ان هنا اتحط الاناناس واللوز اهو. الريحه مش طبيعيه، ريحه المشروب. ريحته حلوه قوي. اتفضل مع حبه لوز محمر. لو حابب حبيبي زود بس. نحط الماش بقى كده، فاضل اخر اول وصفه عملناها، هي اخر وصفه ايه هنقدمها. الماش اهو، شايفين حلوة ازاي؟ ريحتها فظيعة. ابتدي احط يخني اللحم هنا كده في النص،
ولو اتبقى احطه ايه في طبق تاني. نحاول نشيل ورق اللوري عشان ايه مش كل الناس بتتبسط قوي لما بتلاقيه. لا والله قضت اهي جميلة اهي. خلاص في لوز ما نحطوش، نحطه طبعا. حاجة خضرة كده بس كده، نمسح الطبق ونقدمه. كده خلصنا حلقة النهاردة، عملنا وصفات جميلة جدا. عايز اقول لكم الفطيرة كمان استوت في الفرن، استوت يعني حتى اتحمرت زيادة شوية. هوريها لكم دلوقتي اهو. خلصنا الماش اللي مع يخني اللحم، قدمناه بطريقة حلوة جدا جدا ولطيفة وسهلة وحلوة قوي للعزومات. عملنا كمان فطيرة الاناناس، عملنا كمان من بواقي الفطيرة مشروب اللبن السخن بالكراميل واللوز والاناناس، وعملنا الجزر المكرمل اللي بصوص الزبادي والليمون مع الكزبرة الخضراء والنعناع. بصوا الفطيرة اهي السخنة لازم تبرد طبعا خالص. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، اشوفكم ان شاء الله بكرة. باي باي.